الوفا يا ربي صل على المصطفى صلاة تكون شفاء لنا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله يا ربي صلي على المصطفى يا ربي صل على المصطفى صلاة تكون أمانا لنا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي صل على المصطفى يا ربي صل على المصطفى صلاة تدوم لا تنقضي يا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله أتيناك بالفقر يا ذا الغنى أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. إخواني المشاهدين، أدعوكم ونفسي إلى أن نتوجه بأجسادنا وقلوبنا إلى الله تبارك وتعالى، وأن نتأدب في مجلس العلم كما كان حال الصحابة رضي الله عنهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا صلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخوتي في الله، لقاؤنا اليوم بعنوان سر القلوب. سر القلوب هو الإخلاص، والإخلاص تعريفه لغة، مدار تعريفه في اللغة هو الصفاء. يقال في اللغة: هذا الشيء خالص، أي لا يشاركه فيه شيء. ويقال: هذا الشيء خالص لك، أي لا يشاركك فيه أحد. والصفاء هو الإخلاص. ويقولون: خالصة، خالصة في العشرة، أي صافاه. بينما تعرفه اصطلاحا كما قال الإمام سهل بن عبد الله: الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة. ما معنى هذا الكلام إخوتي في الله؟ أن يكون سكون العبد وحركته. مقتضى مع الكلام ومعناه: لا تتحرك ولا تقف، لا تصنع أمرا ولا تكف عن أمر إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فسكون العبد أي كفه عن العمل، ولا يكون الكف عن العمل إلا إذا كان محرما أو مكروها في شرع الله تعالى. فسكون العبد أي توقفه عن العمل، وحركاته أي أفعاله وعمله لا يكون إلا لله تعالى وحده خاصة لا شريك له سبحانه. وقال بعض العلماء أيضا في تعريف الإخلاص: الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. كيف ذلك؟ أن تجعل عملك خالصا لوجه الله معناه أن تجعل عملك لا ينظر إليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل حكما لعملك إلا الله جل في علاه. فلا تبتغي بذلك لا رضا الناس ولا مدح الناس ولا كلامهم، وإنما تبتغي ملاحظة الخالق لا ملاحظة المخلوقين. سئل الإمام التستري رحمه الله تعالى: أي شيء أشد على النفس؟ أي شيء أشد على النفس؟ فقال رحمه الله تعالى: الإخلاص. أشد شيء على النفس هو الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، لأن النفس من طبيعتها تحب، أو في طبيعتها وجبلتها، أو أنها مجبولة على حب المدح والثناء من المخلوقين أو الناس الموجودين حولها، فبطبيعتها تحب المدح. فالإخلاص ينافي المدح، ينافي هذه النية. أن تكون مخلصا معنى ذلك أن تتجرد وتبتعد ولا تبتغي المدح، وهذا مخالف لهوى النفس. فلذلك قال الإمام التستري: الإخلاص هو أشد شيء على النفس، لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى ورضي الله